تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فأقول مستعينا بالله، سائل يسأل: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ إذ قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فما صحة هذا الحديث؟ وهل يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق. أما عن الحديث فلا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صح موقوفا على حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، ومعناه الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هذا لأن الصلاة في هذه المساجد تتضاعف، فالنفي في قوله أعني قول حذيفة، لأن الخبر لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة معناه لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وذلك لأن الأجور، أعني أجور الصلاة، تتضاعف في هذه المساجد الثلاثة، فالصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وفي المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، وفي المسجد الأقصى قام النزاع هل تعدل 250 صلاة أو 500 صلاة، الأخبار فيها بعض المقال. على أي حال، يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما الحديث فضعيف الإسناد ولا يصح مرفوعا، والله أعلم. يسأل سائل: ما أقل مدة للاعتكاف؟ أقول والله تعالى أعلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ثابت في تحديد أقل مدة للاعتكاف ولا أكثر مدة للاعتكاف، إنما ورد أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. فيجوز إذن اعتكاف ليلة. أما معنى الاعتكاف فطول المكث، ولكن هل يجوز لمن دخل المسجد وسيجلس ساعة أو ساعتين أن يعتكف هاتين الساعتين؟ أقول وبالله التوفيق. قال بذلك بعض أهل العلم، لكن لا أعلم بذلك نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل يقول: هل يجوز اعتكاف الليالي دون الأيام، أم يجب اعتكاف الأيام والليالي؟ أقول وبالله التوفيق: يجوز اعتكاف الليالي دون الأيام، والأيام
دون الليالي، ويجوز لغير الصائم أن يعتكف. كل ذلك لأثر عمر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة يا رسول الله، قال: أوف بنذرك. فهذا دال على جواز اعتكاف غير الصائم، لأن الصائم لا يصوم في الليل كما هو معلوم، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل: هل يجوز الخروج من الاعتكاف لقضاء الحاجة؟ أقول بالله التوفيق، إذا كنت تريد بالحاجة البول أو الغائط أو الأكل حيث لا يسمح بإدخال أكل المسجد فلك ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، يعني من طعام أو شراب أو قضاء حاجة بول أو غائط، والله أعلم. أما اتباع الجنائز أو عيادة المرضى أو زيارة الأقرباء فلا يجوز لك وأنت معتكف أن تخرج لعيادة مريض ولا لاتباع جنازة ولا لزيارة قريب من أقربائك، فإن ذلك يخل بالاعتكاف. هذا. والسائل يسأل يقول: هل يجوز لي الخروج من المعتكف للاستحمام؟ أقول بالله التوفيق: نعم يجوز لك الخروج من المعتكف للاستحمام. يقول السائل: أبي معتكف، هل يجوز لي أن أزور أبي وهو معتكف وأكلمه في بعض شؤون دنيانا؟ أقول وبالله التوفيق: نعم يجوز ذلك، وذلك لأن صفية بنت حيي رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فمكثت معه ساعة ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم معها يوصلها إلى باب المسجد عليه صلوات الله وسلامه. يقول أخو السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج لعمله في الصباح ويرجع؟ أقول: هذا يخل بالاعتكاف إلا إذا اعتكف الليالي فقط، فإذا اعتكف الليالي جاز له أن يخرج نهارا، إذن هو لم ينوي الاعتكاف نهارا إنما نوى اعتكاف الليالي، فجائز له أن يعتكف الليالي فقط. ولكن بلا شك فأجره أقل من أجر الشخص الذي يعتكف الأيام والليالي، والله أعلم. يقول الشخص السائل: عندنا فقراء في الحي نوصل إليهم طعاما وشرابا، هل لي وأنا معتكف أن أخرج لإيصال الطعام والشراب إلى هؤلاء الناس؟ أقول: ليس لك ذلك، وإنما لك أن تأمر غيرك بأن يفعل ذلك، يقول أخو السائل: هل يجوز للنساء أن يعتكفن؟ نعم يجوز للنساء أن يعتكفن، وقد اعتكفت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. سائل يسأل:
متى يدخل المعتكف معتكفه؟ أقول وبالله التوفيق، المعتكف يدخل معتكفه بعد صلاة المغرب أو بعد غروب شمس يوم العشرين من رمضان، يوم العشرين من رمضان، ويخرج عند رؤية الهلال هلال شوال. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، فهذا بيان لحاله اليومي في الاعتكاف، أي كلما صلى الفجر دخل معتكفه، وليس المراد والله أعلم، ليس المراد أنه يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر يوم العشرين، لأنه إذا دخل بعد صلاة الفجر يوم العشرين اعتكف 11 يوما، وإذا دخل بعد صلاة الفجر في يوم 21 فقد فوت ليلة، والله أعلم. وهذا الذي ذكرته هو رأي جمهور العلماء في بداية الاعتكاف ونهايته. بداية الاعتكاف غروب شمس يوم 20 من رمضان، نهايته رؤية هلال شوال، والله تعالى أعلى وأعلم. عفوا، رؤية هلال شوال، نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل يقول: وأنا معتكف هل يجوز لي أن أكلم الناس في أمور الدنيا إذا احتاج الأمر إلى ذلك، أو إذا اتصل بي متصل على الهاتف هل يجوز لي أن أجيب هذا المتصل وأرد عليه على الهاتف، مع أن الأمور أمور دنيوية؟ أقول نعم يجوز ذلك، لأن صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته ساعة صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: ما أشد محظور يبطل الاعتكاف إذا ارتكب؟ أقول وبالله التوفيق، أشد محظور يبطل الاعتكاف هو الجماع، فالاعتكاف يبطل بجماع الرجل زوجته، وقد قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. يسأل: هل للمعتكف أن يشترط؟ بمعنى يقول في نفسه في قلبه: نويت الاعتكاف، وإن عرض لي عارض اشترط ذلك بلسانه، إن عرض لي عارض سأخرج وأرجع. قال بذلك الاشتراط بعض الحنابلة قياسا على الاشتراط في الحج، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، لكن لم أخف على دليل صريح يفيد أن المعتكف له أن يشترط، له أن يشترط، لم أقف على دليل يفيد ذلك، والله أعلم. يسأل عن القصد من الاعتكاف: كان المقصد من الاعتكاف التماس ليلة القدر، لأن ليلة القدر يغلب على الظن أنها ليلة 27 من رمضان، أو أنها في ليالي الوتر من العاشر الأواخر، فهذا من مقاصد الاعتكاف التماس ليلة القدر التي العبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ويسأل سائل عن مسائل متعلقة بالزكاة، فيقول: هل يجوز لي أن أطعم المعتكفين من أموال الزكاة؟ أقول وبالله التوفيق: لا يجوز لك ذلك، لأن الزكاة ليست للمعتكفين، إنما الزكاة لمصارفها الثمانية، وأيضا إذا كانت مالا لا يصح لك
أن تشتري به شيئا وتعطيه الفقير، لأنك حينئذ تفتئت على الفقير في حقه، ومن حق الفقير أن يستمتع بالزكاة إذ هي ماله، استمتع بها في الحلال، والله أعلم. يسأل سائل يقول: عندنا ناس أثرياء يأتون بلحم ويوزعونه على الفقراء، هل يجوز احتساب هذا من زكاة المال؟ أقول: لا يجوز ذلك، لأن المال هو حق للفقير، وليس من حق الغني أن يتصرف فيه كيف يشاء، إنما المال من حق الفقير، فالفقير هو الذي يتصرف في ماله ما دام رشيدا، وليس من حق الغني أن يشتري كيلو من اللحم يعطيه الفقير، الفقير أولى بالسبعين جنيه أو بستين جنيها أن يتصرف فيها بما ينفعه وينفع أهل بيته. فلا يجوز إذن شراء اللحم وإعطاه الفقراء واعتبار ذلك من الزكاة، هذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل: هل من فضل في ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ نعم، في ذلك فضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، شد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد، وأحيا ليلة وأيقظ أهله أي كي يصلين، والله أعلم. وفي هذه الليالي ليلة القدر التي العبادة فيها خير من ألف شهر، ولقد أنزل الله تعالى القرآن في هذه الليلة المباركة، قال تعالى في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أما لماذا قيل عنها ليلة القدر؟ فمن العلماء من قال: لأن لها قدر عظيم وشرف عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال: إن مقادير العباد تقدر في هذه الليلة، أليس هناك مستند ثابت يفيد ذلك؟ هذا، ولقد أنزل فيها القرآن إذ الله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا. ويسأل السائل: ماذا أقول إذا وافقت ليلة القدر؟ أقول: وبالله التوفيق، أرد من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا عبد الله بن بريدة عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا وافقت ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي سماع عبد الله بن بريدة من أبيه، عفوا من عائشة، نظر، فهو منقطع، لكن قد ورد الحديث من طريق سليمان بن بريدة متابعا لأخاه عبد الله بن بريدة، فإن ثبت هذا فيحسن الحديث لغيره، ولكني في ريب من ذكر سليمان بن بريدة، فالأظهر أنه عبد الله بن بريدة. على أي حال، ذهب فريق من أهل العلم إلى استحباب الدعاء بقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وذلك في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. روي في الإسرائيليات والموقوفات أن رجلا من بني إسرائيل تعبد ربه ألف شهر، فنزلت فضيلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم،
في هذه الصورة ليلة القدر العبادة فيها خير من 1000 شهر، أي خير من العبادة في 1000 شهر، والله تعالى أعلى وأعلم. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة إلى سماء الدنيا وقيل إلى الأرض حيث لا يراها الناس، وينزل مع الملائكة الروح، قيل المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو من عطف الخاص على العام، فالروح جبريل على رأي فريق من المفسرين لقوله تعالى في شأن جبريل نزل به الروح الأمين. قال تعالى بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، أي هذه الليلة ليلة آمنة سالمة بإذن الله تعالى. هذا ويسأل السائل هل من علامة لليلة القدر؟ أقول والله أعلم، الذي ورد أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء نقية، وأن القمر يرى ليلتها كشق الجفنة، والله تعالى أعلى وأعلم. وهل كان هذا خاصا بليلة القدر التي كانت في زمان النبي، أم بكل ليلة قدر في أي زمان؟ في ذلك أكثر من وجه للعلماء، والله أعلم. يسأل عن أرجى ليلة تكون هي ليلة القدر. أقول أرجى ليلة عند جمهور العلماء هي ليلة 27، والله أعلم. يسأل سائل عن حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هذا ثبت؟ نعم ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسأل سائل يقول هل هناك ذكر يقال بعد ركعة الوتر؟ أقول نعم هناك ذكر يقال بعد ركعة الوتر، وهو سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وكان صلى الله عليه وسلم يمد صوته في 3 سبحان الملك القدوس. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل وأسئلة، يسأل سائل يقول ما حكم الأكل من موائد النصارى في رمضان؟ أقول إذا لم تكن مشوبة بمحاولات للتنصير جاز لك أن تأكل منها، إذ الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أما إذا كانت مشوبة بمحاولات التنصير، أي يطعمونك كي تتنصر ويتألفون قلبك كي تتنصر، فلا تأكل منها. ومعلوم أن الهدية إذا كانت رشوة عن الدين لا تقبل، كما رد سليمان عليه السلام الهدية على ملكة سبأ لما أرادت إقرارها على ما هي عليه، والله أعلم. يقول ما حكم السكوت عن الظلم وسفك الدماء المسلمة، وخصوصا لو جاء السكوت من العلماء؟ السكوت عن الظلم حرام، إذا كان بإمكانك أن تغير الظلم لزمك أن تغيره، لزمك أن تغير الظلم وأن تتكلم بكلمة الحق. وكذلك سفك دماء المسلمين بغير حق كبيرة من أكبر الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر، فلا شك أن الظلم يحرم وأن سفك الدماء المسلمة تحرم، وقد نبهنا على ذلك مرارا، والله أعلم. يقول ما حكم الهجرة التي يقوم بها المسلم إلى بلاد الغرب خصوصا للاجئين منهم؟ أقول يسأل عن الدافع لهذه الهجرة،
ما الدافع الذي دفع الشخص إلى هذه الهجرة؟ فإذا كان الدافع يجوزه الشرع جاز، وإذا كان لا يجوزه الشرع فتكره الهجرة إلى بلاد الكفار لما فيها من ضياع للدين في كثير من الأحيان. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولا ننصح بالذهاب إلى تلك البلاد لأن الدين يضيع هنالك شيئا فشيئا، والله أعلم. يقول: هل أفتيتم أن البحث في محركات البحث التي تتنبأ بالكلمة التي ستكتبها بمجرد كتابة أو الحرف أن هذا شعوذة؟ ما أفتيت في ذلك، إنما الفتوى كانت متعلقة بالنسوة الكاهنات اللواتي يضربن الرملة ويخططن الخطوط ويدعين علم الغيب. فهذا الذي قلنا إنه شعوذة، لكن قام شخص ليس بمسلم وافترى علينا الكذب ونشر أننا نقول إن جوجل تحرم، وهذا الكلام افتراء وكذب، والله أعلم. يقول: ما حكم الجلوس في غرفة بها تلفاز تعرض عليه أفلام كرتون للأطفال وبها موسيقى، هل هذا جائز أم محرم؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: استماع الموسيقى حرام، وهو الذي يشوب هذا السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. سائل يسأل قائلا: هل يجوز تجهيز شنط رمضان التي فيها العدس والفول وقمر الدين ونحو ذلك من زكاة المال؟ أقول: لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، وإذا اضطررت فتكون الضروريات فحسب، والله أعلم. يقول: ما حكم خروج العامل من العمل قبل انتهاء العمل بعلم المدير المباشر؟ أقول هنا قيدان لا بد من مراعاتهما: الأول أن لا تتعطل مصالح المسلمين بخروجك من العمل قبل وقت خروجك. الثاني، القيد الثاني، أن يأذن المدير المباشر، والله أعلم. يسأل: ما حكم القراءة مع الإمام في التراويح دون مصحف؟ لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تقرأ وراء الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي أنازع لعلكم تقرؤون بعدي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، في رواية حسنها بعض العلماء، والله أعلم. يسأل: هل يجوز إمامة الناس من المصحف في التراويح؟ نعم يجوز ذلك عند الجمهور، لأن ذكوان مولى عائشة كان يأمها من المصحف في ليالي في صلاة التراويح من رمضان. وأيضا استدل الجمهور بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا قام وضعها، إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أتابع الإمام من المصحف، يعني الإمام يقرأ وأنا أقرأ وأنا وراءه أقرأ من المصحف حتى إذا أخطأ أرده؟ لا يجوز لك ذلك، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، والله أعلم. يسأل سائل: لماذا لا تخرجون على قنوات فضائية شهيرة وتردون على هؤلاء الذين يطعنون في الدين؟ أقول: لا نمكن من ذلك، حيل بيننا وبين ذلك، بارك الله فيك، لا نستطيع ذلك الآن. يسأل يقول: أنا أعمل عند نصارى سائق باص،
أي سيد قطبيس، وأنا مستريح عندهم جدا. ما حكم عملي؟ عملك حلال إلا إذا كانت تشوب محرمات، فإذا كنت تذهب مثلا إلى أماكن محرمة فعملك يحرم إذا كان هذا تخصصك. أما إذا كان الشخص يذهب إلى أماكن حلال ويذهب في أعمال حلال فلا بأس بذلك، والله أعلم. يقول: ما حكم البخور والعطر النفاذ والقيام من النوم محتلما وأنا صائم؟ كل ذلك لا يفطر الصيام، لا يفطر الصائم. احتلامك أثناء نومك لا يفطرك، وكذلك البخور والعطور لا تفطران الصائم، والله أعلم. يقول: ما حكم من يفتي في أمور ثانوية ولا يفتي للأمة بضرورة الجهاد بعد ضرب ثوابت الإسلام؟ هذا السؤال ما أدري ما مراد السائل، وما مراده بالجهاد، وما مراده بالأمور الثانوية. على أي حال يفتي في هذا وفي ذاك، إذا رأى المقامات تحتاج إلى شيء لازمه أن يفتي به، لازمه أن يفتي بما دامت المقامات تستدعيه. لكن إذا كان السائل من هواة الديمقراطية وعشاقها فنبرأ إلى الله من الديمقراطية ومن عشاقها، فإن الجهاد لا يكون إلا لآلاء كلمة الله. ومن هذا المنطلق أذكر من يقولون: نحن نموت فداء للشعوب وفداء للديمقراطية، أن الميتة غير سوية وأنها ميتة جاهلية، إنما الميتة السوية التي يموت الشخص فيها حين يموت لإعلاء كلمة الله. أما إعلاء الديمقراطية فتعست الديمقراطية وبئست الديمقراطية. يسأل سائل: ما حكم وضع العطر الذي يحتوي على الكحول على ملابسي؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وإن كانت المسألة محل خلاف، لكن أختار القول بالجواز والله أعلم، لأنه لا يسمى خمرا، إنما هو سام إذا شرب، والله أعلم. يقول: أنا أدرس في شعبة الاقتصاد والتدبير، وكثير من الناس قالوا لي اترك هذه الشعبة لأن أهلها يعملون بالربا وهو حرام. اسأل أهل الاختصاص في ذلك، إن كنت ستعمل في الربا فيحرم عليك العمل في الربا، لأن النبي قال: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. يقول: إن تحدثت مع نفسي بذكر صفات سيئة بأشخاص أو شتمتهم بيني وبين نفسي مع العلم أن كلامي صدق، هل هذا يعتبر نميمة؟ ولا يعتبر نميمة، لأن النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على سبيل الإفساد. ولكن إذا كانت أمور في نفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والله أعلم. لكن شتمك وإخراج ذلك باللسان لهؤلاء القوم لا يصلح إلا إذا كنت مظلوما أو متظلما، والله أعلم. ما حكم الختمة الجماعية للقرآن؟ هل هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد فيما علمت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم ختمة جماعية. يسأل سائل: هل يجوز وضع المصحف الشريف على الأرض أثناء صلاة التراويح؟ المصحف يكرم، وقد أتى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم التوراة، وكان عليه الصلاة والسلام جالسا على وسادة فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها، والله أعلم. يقول:
لقد أذنبت وضيعت حوالي أسبوع حتى الآن من شهر رمضان، هل لي عودة وأفوز بهذا الشهر مع العلم أن مع العلم من أنني ارتكبت المعاصي في نهار رمضان؟ الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول: وأنا صائم، هل لي أن أكثر من الاستحمام؟ لك أن تكثر من الاستحمام. يسأل: وهل لابد بعد الاستحمام من الوضوء؟ لا يلزم الوضوء بعد الاستحمام، بل إن نويت الوضوء دخل ضمنا في الاستحمام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ والله أعلم. يقصد يسأل: زكاة الفطر هل تخرج عن الصغار أيضا؟ نعم، تخرج عن الصغار وعن الكبار وعن الذكر والأنثى وعن الحر والعبد، والله أعلم. ما حكم من قام بعد أذان الفجر فشرب ظنا منه أنه لم يؤذن، وهل عليه كفارة؟ ليست عليه كفارة، لأنه بنى على الأصل الذي له، والأصل الذي له أنه يأكل ويشرب، يأكل ويشرب ما دام في الليل، فبنى على هذا وأخطأ فلا شيء عليه. هل إقامة المرأة للصلاة في بيتها واجب أم يجوز أن تصلي بدون إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة مستحبة للمرأة في بيتها، ليست بواجبة، إنما وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يقول: إمام يصلي العشاء بالناس والتراويح في ساحة مجاورة للمسجد بسبب حرارة الجو داخل المسجد، وخلفه جماعة، هناك جماعة داخل المسجد تصلي مقتدية بالإمام الذي خارج المسجد، وبين الإمام وبين الجماعة جدار، هل الصلاة تصح؟ علما بأنهم يسمعون صوت الإمام. الصلاة تصح، والله أعلم. ما حكم من نسي ونام عن التراويح؟ كيف يصنع؟ أقول وبالله التوفيق، يصنع أن يصلي من النهار 12 ركعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، والله أعلم. يسأل: ما حكم من استمنى في نهار رمضان صيامه باطل، عليه إعادة ذلك اليوم؟ ما حكم من أفطرت رمضان وهي نفساء وصامت بعد ذلك صيام متقطع خشية على طفلها لأنها لا ترضعه؟ يجوز قضاء الأيام التي عليك متفاوتة، ولا يلزم تتابع القضاء، والله أعلم. يسأل عن حكم العمل في شركات التسويق الشبكي. مرارا قلت والله أعلم إنها شركات نصب وشركات احتيال، يلزم الابتعاد عنها، والله أعلم. يسأل عن موقفنا من الأحكام التي تصدر هذه الأيام، ومن الأحكام التي قبل، ومن الوضع بصفة عامة. الوضع بصفة عامة بعيد عن طريق الله سبحانه، بعيد عن كتاب الله، بعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا البعد لا يبشر بخير، إنما الناس دوما في خير وفي أمان إذا اقتربوا من ربهم وامتثلوا أوامره سبحانه وتعالى. هل يأسم الرجل إذا سدد ديون ابنه المتزوج مع أن له أبناء آخرون لن يدفع لهم شيئا؟ أقول: إذا كان الولد استدان
في حق وساعده الوالد في ذلك دون أن يتعمد ظلما فتكون هبات مسببة ولا بأس بها حينئذ، والله أعلم. هل حقا أنه لا يجوز وضع الملابس تحت السرير أم أنه كلام مفترى؟ كلام لا أصل له ولا سند له. يعني هناك من يمنع وضع الملابس تحت السرير، هذا كلام باطل ولا مستند له، والله أعلم. يسأل: هل الأولى لي عند الختمة، هل الأولى لي عند أن أقرأ قرآن كثيرا في رمضان أم أقرأ قليلا وأتدبر؟ أقول: وبالله التوفيق، اقرأ قليلا وتدبر. ذلك لأن النبي، لأن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والله أعلم. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، والله أعلم. هل يجوز للمسلم أو هل يجب على المسلم أن يتمسك بمذهب معين فلا يأخذ إلا بما قاله إمام المذهب كالشافعي مثلا؟ المسلم عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتتبع الأدلة، ولا يجوز لك أن تقلد أحدا تقليدا مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كنا كفلين طفلا وبعد ذلك تزوجت أمه وقالت إن زوجها سوف يقوم بالكفالة، ولكن بعد ذلك ذكرت أن حالة زوجها المادية غير مستقرة، هل يجوز أن أكفله مرة أخرى؟ يجوز لك ذلك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات معشر المسلمين والمسلمات للجد والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن النبي وكما سلف كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لالتماس ليلة القدر، وأن يتقبل منا ومنكم هذه الليلة بقبول حسن، وأن يعيننا وإياكم فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأذكر أهل الإسلام بأن ربهم واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن من زعم أن الله له صاحبة أو ولد أو شريك في الملك أو أن ميت من الأموات ينفع أو يضر من دون الله فهو كافر خارج من دين الإسلام. هذا، وأذكر النصارى بأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أذكرهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إليه. هذا، وأوصي نفسي وإياكم باغتنام هذه الأيام وعدم تضييعها، وكذلك باغتنام هذه الليالي وعدم تضييعها في القيل والقال واللغو، فهذه أيام وليالي مباركة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء والصدقات وتلاوة القرآن وأعمال البر عموما. اجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء لخاصتكم ولعموم المسلمين، اجتهدوا في الدعاء لعل الله أن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.